شكله تأخر كتير. ليكو إجا. أهلين. رد على التليفون وقت بدق له. جنكيز يا أخي. رح أعطيك حصتك. تفضل. هاي. دير بالك وما بدي مشاكل. خود. انتبهوا على حالكم. لأنه الوضع مو منيح. ولا يهمك. خلص ماشي. شايف كيف؟ قلك رح يجي. هاي قول. هذا جنيد هرب مو بالفندق. شلون هرب فهمني؟ شو حضراتكم كنتوا نايمين؟ ها؟ بده يطير من الفندق؟ أخي والله ما بعرف. شو فرهاد؟ قالوا عابدين طار جنيد. شكلهم الشباب ناموا. لا الله يلعنه تفه. أبي يلبس تنورة حتى يهرب. على كل حال أنت بالبيت صح؟ إيه أنا بالبيت. تمام. أنا حاطط له كاميرا عنده. افتح لي الكمبيوتر وشوف لي شو مصور. أكيد هو عنده شي جاسوس. منلاقيه بس عرفنا مين هو. ماشي ماشي فرهاد. ست نيفين؟ مبين انك مو تعبان اليوم. كتير منيح. يلا يلا خليني اشوف وشك بقى.